بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر، هنعمل معاكم النهارده الحمام. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، حمام جميل وبألف هنا وشفا. ادي الفروخ بتاعنا، نزلت عليه بشعلية كده. طبعا الفريك شوحته اهوت، وعندنا طبعا شوية كبد وقوانص مستويين، فهنضيفهم عليه بس لما الفريك يستوي. شايفين الفريك انا حمرته معاكم، شوحت البصلة كده وحطيت الفريك، لان انا بلاه من بالليل عشان هياخد سوا شوية. فريك بلدي ده، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. البهارات طبعا معانا شوية، معلقة سبع بهارات، معلقة فابريكا، نص معلقة كوبيبة، معلقة ملح. طبعا انا بكترلش التوابل لان بتغمق الفريك. طبعا هغطي عليه بقى يستوي شوية كده ويشرب الماء اللي فيه. ادي الفريك بتاعنا حبيب قلبي داخل مصر وخارج مصر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. هنحشي معاكم الحمام اهو، بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. طبعا الفراخي ما ايه، بحشي معاكم الذرة وبين الجلد كده. طبعا انا بشنكل الجنح كده زي ما انتم شايفين، حشيتها معاكم اهو. معلش بصور بايدي بقى وماسكه بايد، اللهم صل على سيدنا محمد. انا بحشيها من تحت الجلد وبتني الراس كده زي ما انتم شايفين. يا احلى متابعين ام اشرف، بسم الله توكلنا على الله. طبعا ما تملوش قوي لان ايه، الحمام الفريك بيحب السوا يفلفل كده. شايفه انا مش حشيه قوي اهو. اجيب بقى حته كبده كده
واقوم قافلاها بوب كده. بحشي معاكم الحمام اهو، اللهم صل على سيدنا محمد. حشيتها معاكم اهي، بس طبعا الفراخ اللي مدوم ليها. شايفين يا احلى متابعين، عملت معاكم الحمام اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، حمام بالفريك. طبعا حشيناه معاكم اهو، اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شربتنا طبعا بصلايه، ورق لولا، طماطمتين كده، وتحطي ايه شويه طماطم كده لما تكوني خرطاهم، وعودين كرفس عشان ايه ما يبقاش فيه زفار. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين معانا الحمام جميل ازاي؟ بسم الله. شربتك تكون بتقلب قوي، وما تلمسهوش الا لما يقلب قلبتين، عشان ايه مفيش حاجة تفك منه. شايفين الحمام بتاعنا والماء، المية قلبت اهي. بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. متحركيش بقى كده لما ياخد قلبتين تلاتة كده، قفل منك اهو وزي الفل. شايفه شربتنا، شربته جميله ازاي؟ اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عملنا معاكم يا حبايب قلبي الحمام، بسم الله ما شاء الله، حمام جميل والله اكبر، ده حمام رومي. بسم الله توكلنا على الله. بس هي طبعا قالت ما تحمروش، قالت خليه زي ما هو كده، عشان هي هتاخده بعيد هي اللي هتعمله بقى. اللهم صل على سيدنا محمد. حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر، شايفين حمامنا جميل ازاي معاكم ومحشي بفريك، الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. حبايب قلبي داخل مصر وخارج مصر، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا احلى متابعين ام اشرف، مشتكرين على وقفتكم وعلى تعبكم معانا يا احلى متابعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه يا حبيبي يا رسول الله. بسم الله توكلنا على الله. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك، وتفعلوا زرار الجرس، وكل جديد هيجي لكم من قناة ام اشرف للاكلات.